هذه الفكره ديال نتعودوا على الزواج جاتني من الجمهور صراحه. بزاف ديال الناس اللي كنعرف واللي ما كنعرفش كيتلاقوا معايا في الزنقه وكيعرضوا لي على اليزوا، كيغنيوا لي الغناء ديال اليزوا، عاجي يا وليدي العزيز، وكيفكروا شي شافوا الفيلم ملي خرج في 2000 شي معمر شافوه ولا شافوا شي لقطات في يوتيوب. وانا قلت مع راسي هاد العيد ميلاد مهم، هادي 20 عام هاد الفيلم بقى في الدمار ديال المغاربه كاملين تقريبا، وهذه فرصه باش نساعدوا الوليدات ديال الفيلم، اطفال الشارع بصفه عامه، باش الرباح ديال الفيلم 100% غتمشي، 50% غتمشي لجمعيات بيتي اللي كتكلف على اطفال الشارع، و 50% غتمشي على الرباح ديال الابطال ديال الفيلم. دونك حتى هذه بالنسبه ليا عطاتني هذه الفكره باش نعاونوهم. يمكن ولكن اليزوا شكل نقدروا نقولوا مثلا ملي اليزوا بقى في الانكونسيون بوبولير الانكونسيون كوليكتيف، علاقاش في هذا الوقت ملي صورت هذا الفيلم في 1999 ما كانوش الناس كيعرفوا الاطفال الشارع، كيشوفوهم ولكن ما كيشوفوهم على كانسان، وهذا الفيلم عطاهم واحد الصوره انسانيه، وداكشي اللي خلى الجمهور بالنسبه ليه يتفاجأ ويجي يشوف الفيلم في هذا الوقت، وداكشي اللي خلى هذا الفيلم شكل في لا سينيماتوغرافي ديالي. ولكن ما نكذبش عليك، علاش لا يا خير الله ولا شي افلام اخرين علاش؟ الوغ واحد الاحساس زوين بزاف باسكو جوستومون علي زوا واحد الفيلم كي ماركي توت اون جينيراسيون جوستومون، واحد الفيلم اللي حتى انا غادي نكتشفوا اول مره في سال دو سينما. قبل كنت شفتو في التلفازه ولكن عمري ما شفتو دون اون سال دو سينما، دونك انا لي واحد ليموسيون كبيره بزاف اللي اليوم غنقدر نكتشفو جوستومون في لا سال دو سينما. و اونكور اون فوا قلت قبيلتي هذا واحد الفيلم لاول مره ملي شفتو انا خلاني نعرف شنو هي القوه ديال السينما، شنو هما لي فيلم لي انجاجي، فهمتيني، انجاجي هومانمون، انجاجي سوسيالمون، اللي عندهم واحد المعنى بروفوند، فهمتيني. علي زوا بور موا سيتي اون كلاك دو سينما، اثر فيا بزاف ملي شفتو، وشفتو هذه شحال كنت مازال كنقرا ملي شفتو، دونك اليوم بور موا واحد ليموسيون كبيره نكتشفو مع نبيل حدايا ونعيش هذاك اللحظه هذيك. بطبيعه الحال المال يلعب دور في العمل الجمعوي هذا بدون شك، ولكن اللي هو مهم واهم بالنسبه لنا كجمعيه وهو تسليط الضوء على واحد الظاهره اللي هي موجوده منذ زمان، واللي في الحقيقه بين الساكنه والمجتمع لا في الشوارع الى اخره، ولكن في نفس الوقت غابره على الساحه السياسيه. يعني في اخر المطاف نقدر نقول بكل وضوح بان حتى واحد ما تيهتم بهذوك الاطفال اللي بالنسبه لنا هم ضحايا لوضعيات اجتماعيه معينه، وماشي اختيار منهم انه يمشيو يعيشوا في الشارع. فبالتالي اللي مهم بالنسبه لنا، وعلاش علاش نشكروا سي نبيل عيوش اللي هو المخرج على تسليط الضوء من جديد على هذه الاشكاليه، على الله وعسى القول اللي يسمع لهاد الاطفال في الحقيقه، ماشي لينا حنا بل للاطفال واللي يمدوا لهم يديهم. بطبيعه الحال هذا الشيء هذا هو اللي المقصود من القول ديالي في الاول، وهو ان هذه الافلام كلها تسلط الضوء على اشكالات معينه اللي هي موجوده في المجتمع واللي ما تنعرفوش دائما كيفاش نتعاطوا معها، وداخل في اطار التحسيس عموما على هذه الاشكال، تحسيس المجتمع، لان هاد الاطفال يعانون من واحد النوع من الوصم من طرف المجتمع، بلا ما ندخل في التفاصيل والطرق كيفاش نعبروا عليهم ولاد كذا ولاد كذا، وهم اطفال ما خصناش ننساو اللي عندهم حقوق واللي هم ضحايا لوضعيات معينه، وفي نفس الوقت تحسيس عاوتاني جميع الناس لاصحاب القرار، اصحاب القرار السياسي، سواء السياسه بالمفهومها النابل، السياسه الترابيه فيما يخص حمايه الطفوله عموما، لان الاطفال داخلين في الطفوله، وكذلك المجتمع المدني وجميع الناس اللي تشتغل في الميدان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.